زارت امرأة صديقة لها لتتعلم منها سر طبخة السمك، ولاحظت أنها تقطع رأس السمك وذيلها قبل أن تقليها في الزيت، فسألتها فقالت لها أنها تعلمت ذلك من والدتها. فهاتفت والدتها تسألها عن سر ذلك، فقالت لها أنها تعلمت ذلك من أمها. فتواصلت مع أمها الكبرى فقالت لها كنت أفعل ذلك لأن مقلاتي كانت صغيرة، فكنت أضطر إلى قطع السمكة حتى تتسع لها مقلاتي حين نكون عبيدا للعادات. وصلت؟